أني هاسيو إيفريوان، ويلكم باك، معكم بارك بيشيونغ، واليوم رح أعرفكم شلون تشتروا التيكتس لفيلم الأسطوري فيلم بيرن ذا ستيج لفرقة BTS. لذلك قبل البداية لا تنسوا الاشتراك بالقناة وهم بعد تفعيل جرس الاشتراك، وأيضا ضغط على اللايك كومنت وتفقع أم الفيديو شير and let's go. بالبداية رح تفوتوا على موقع www.burnthestagethemovie.com وبعدها رح تظهر هاي القائمة، بس لا تنشلوا، خذوا نفس عميق وخلونا نبدأ. get tickets على مود هسا نشاهد الدول اللي رح تعرض هالفيلم الخنفشاري لي BTS. Burn the Stage رح ينزل في 15 نوفمبر. أنا طبعا بعمان، بس أنتو مش بعمان، الموجودين بعمان لهم خبر ثاني كلش مفرح، لذلك رح نشوف بأنه رح يعرض ببيروت، رح يعرض بأربيل، هيجيف مور، مور يعني زيادة، كويت، منامة، ممتاز. هاي الدول هون، الدوحة، أبوظبي، دبي، هي أسماء الدول كاملة كلها هنا موجودة، باو كلها. كل اضغطوا مور يظهر المزيد، كل ما تضغطوا مور تكسب أكثر، اضغط مور تكسب أكثر، اضغط مور تكسب أكثر. أوكي، نرجع مثلا إلى بغداد على سبيل المثال، نختار بغداد. راح يظهر لنا بأنه ب 15 و16 الشهر، 15 و16، coming soon، لسه coming soon. هاي الأماكن موجودة هون، السينمات الموجودة ببغداد، لسه coming soon. انتو هنا طبعا تتعرفوا على انواع اسماء، عفوا على انواع اسماء السينمات اللي رح تعرض هالفيلم الخنفشاري. هذا بالنسبة للعراق. اذا رحنا الى مثلا بيروت، في عنا 15 و17 و18، ثلاث ايام رح يتم عرض الفيلم Burn the Stage. ولو رحنا كمان إلى أي دول ثانية مثلا إربيل، بس ب 15، يوم معكم يوم واحد إربيل، تخيلوا. الدوحة 4 أيام، 15 16 17 و18، اديله أيوة يا وديع. دبي الثلاث أيام، والله بس أنتوا شوفوا السينمات اللي رح تطلع بدبي، يخرب بيت الحظ، هذا كل دبي مرشوقة. BTS رح يكونوا بدبي أصلا، حاسسهم. شوفوا باعوا هنا. أبو ظبي ممتاز، not bad. كويت لسه coming soon، مش معروف أي السينما. طيب وين طبعا أنتم ملاحظين بأنه فلسطين وسوريا والأردن مش مذكورين بالقائمة بالليست هون. هسا لغاية اللحظة هاي بفلسطين وسوريا ماكو بصراحة، يعني ما رح يتم عرض الفيلم، ليش ما بعرف. أنا عم بحاول أني أتواصل مع السينمات وأخبرهم بأنه في عدد كبير من الكيبوب فانز ومن الأرميز بانتظار هالفيلم التاريخي، بس ما لقيتش أي نتيجة بصراحة. اتواصلت مع برايم سينما بالأردن، بدي أخبركم شغلة. صح، هون في خريطة يمكنكم أنتوا تشاهدوا. مثلا على سبيل المثال لو اخترنا مثلا بغداد، راح تظهر لنا الثلاث سينماهات اللي راح تعرض الفيلم Burn the Stage. باو بتشاهدوا الخريطة كاملة، زوم إن زوم أوت، هنا وهنا الفيلم اللي حاب ينشل يشوف فيك بوستر الفيلم، وهنا مثل ما قلت لكم بتختاروا مثلا بدي بهذا اليوم بهذا التاريخ، بتفوتوا coming soon. اوكي لسه coming soon، بده يوم وساعة ولا اوكي لسه coming soon، لسه الفيلم خلي هلأ لما يظهر الفيلم، لما تنشال coming soon بإمكانكم تختاروا السيتس، المقاعد تحجزوهم، وهيك انتو بتكونوا سيطرتوا على الوضع قبل ما نفاذ الكمية طبعا. لانه انا عندي اقتراح لكم بصراحة، ما تناموا انتو يوم الخميس، لانه يوم الخميس صباحا، يوم الخميس بتاريخ 15-11 و 15 نوفمبر رح يتم افراج الفيلم الخرافي والخنفشاري والرائع Burn the Stage لـ BTS.
لذلك يوم الخميس من الصبح من أول ما تصحوا قبل المدرسة بتخابروا السينماهات وبتحجزوا مكانكم. بتحجزوا شنو؟ المكان والتيكتس، تدفعوا وبتطلعوا بتحضروا الفيلم. اللي بضل عايش طبعا يعطيني رأيه، واللي انتقل إلى رحمة الله تعالى كمان يعطيني رأيه ما يخالف. أوكي ننتقل إلى عمان. عمان جوردن، عمان كارثة فظيعة جدا جدا، لأن دريت بأنه الفيلم مش راح يتم عرضه بالأردن. هسا أنا وجيون جولي، جو صديقي طبعا، إحنا في آي بي، يعني إحنا مش بس زباين، إحنا يعني شو بدي أقول لكم، من رواد برايم سينما. كل خميس، كل خميس تقريبا صرنا 4-5 سنين، كل خميس تخيلوا لازم نطلع على السينما، سواء كان في فيلم حلو ما كانش في فيلم حلو لازم نطلع على السينما. كل الموظفين حافظينا. فدريت بأنه فيلم بيرن ذا ستيج لفرقة بي تي اس مش نازل على الأردن. تليفون واحد صغير، والله العظيم تليفون واحد صغير، حكيت مع إدارة برايم سينما وخبرتهم عن مدى أهمية فيلم بيرن ذا ستيج، وقلت لهم هذا الفيلم على الاي ام دي بي محصل 9.8 من أصل 10. This is Burn the Stage the movie. ساعة واربعة وعشرين دقيقة، يعني ساعة ونصف تقريبا مع الدعايات وهي السوالف كاملة. فيلم كلش خنفشاري، رح ينال اعجابكم، لفرقة بي تي اس، لكل الكي بوب فانز بطلب منكم تدعموا الفيلم هاد، لانه هاد يعني البداية. تخيلوا اذا احنا دعمنا الفيلم هاد ونجح بالوطن العربي، صدقوني اي شيء بخص الكيبوب رح ينتشر فورا بالعراق، بالسعودية، بالأردن، بفلسطين، بسوريا، بمصر، اهم بعد بمصر دوره هنا على ايجيبت، اي ثينك انه اكو ايجيبت بمصر، تونس، جزائر، مغرب، دوروا انتون. اذا ما لقيتوا اكتبوا اسماء الدول، مثلا انتوا عندكم هون عمان لسه ما موجود، اكتبوا اسم دولتكم هون شايفين بالخانة هاد، واعملوا بحث، اكتبوا اسم اي دولة بدكم اياها واعملوا بحث على المكان اللي انتم متواجدين فيه، راح تشوفوا انتم اماكن عرض الفيلم داخل بلدكم. المهم خلنا اخبركم بانه الفيلم خلال اول ما اعلنوا عنه بانه فيلم Burn the Stage the movie راح ينزل، باع 550,000 تيكت. مش موضوعي، عاد كتير. فيلم Burn the Stage the movie لفرقة BTS كلش خنفشاري. برايم سينما. نرجع لموضوع جوردن بالأردن بعمان بأنه فيلم Burn the Stage ما كان نازل. خبرتهم تليفون واحد، وإذا هسا حصلت الموافقة أني أعرض لكم المكالمة اللي صارت بيني وبين المسؤول، رح أعرضها ورح تسمعوها وتشوفوا أني أنا الحمد لله أنا سعيت للشهاد على مود الفيلم يتم عرضه بالأردن، تحديدا بعمان وتحديدا ببرايم سينما. أوكي؟ لما تفوتوا على موقع برايم سينما، أول خانة عندكم اللي هي الموفيز، هي برايم سينما، يطلع لكم الهوم، عفوكم من الهوم، فوت على الموفيز. من الموفيز أنتوا راح تشاهدوا الأفلام اللي راح تعرض خلال اليوم. منفوت على الكومينج سون. ready set two هانا. Yeah, I know that. Burn the Stage. يوم الخميس 15 نوفمبر. A documentary following the worldwide famous music group BTS as they tour the world and share their experience along with their beloved band friends and fans. This is Burn the Stage. هاي الفيلم. Coming soon. الحمد لله بفضل دعم الكيبوب. أنا مش عم بحكي عن نفسي، أنا ما عم بحمل جمايل أو بقول إني أنا اللي ساويت أو أنا لا، بس هو انتشر كثير على السوشيال ميديا بأنه كثير من جهات ما بعرف منهم بصراحة، بس كله كذب. أنا اللي ساعدت للشهاد، أنا اللي عرفت برايم سينما بأنه أكو فيلم اسمه Burn the Stage the movie رح ينزل وكسر الدنيا، وأكو هواية دول عربية رح تعرض هذا الفيلم.
فليش ما تكونوا انتوا اول سينما تعرض فيلم Burn the Stage for BTS؟ فهذا هو الفيديو، هذا هو الموقع Burn the Stage themovie.com. صحيح بدي اخبركم كمان شغله كثير مهمه بالنسبه للاشخاص اللي راح يشوفونا انا وجو يوم الخميس ان شاء الله، يوم الخميس باول عرض لفيلم Burn the Stage راح نكون انا وجو بالسينما، راح نصور فلوج كامل ونورجي العالم ونورجي شركة Big Hit Entertainment اول عرض لفيلم Burn the Stage داخل الاردن ايش راح يصير. دعوة عامة للكل، التيكتس طبعا مش فري لانه هاد دعم لفرقتكم، وبتمنى من الجميع انه ما يخيب املنا بانه هاي اول حدث كوري عالمي احنا الوطن العربي نتشارك به. فلذلك جهزوا حالكم، دبروا هالفلوس واحضروا فيلم ساعة ونصف لفرقة BTS بالسينما. بتمنى اسمع اقتراحاتكم او اي شيء انتم حابين تضيفوه. ما تنسوا بالختام تضغطوا سبسكرايب الاشتراك بالقناة، وتفعلوا هم بعد جرس الاشتراك ولايك كومنت، وتفقعوا ام الفيديو شير. كان معكم بارك بيشيونغ، سي يو دبايو جولكايو.